بكم معنا اليوم في حفل استلام النسخة الثانية من مهرجان سلا للفن الفوتوغرافي. مشاركين في هذا الرواق، رواق الجميل، رواق باب فاس أو باب الفيس كما هو متعرف عليه. الجمالية هذا الفضاء أكيد أنها أعطت واحد صبغة رائعة على حفل الافتتاح، وأكيد ما غننساوهاش دائما في حفل الافتتاح. نستمر على بالنسبه للشباب اللي شاركوا معنا والشباب اللي نستمر او نواصل حفلنا هذا بالمناداه على اسم اخر والاستاذ سعيد الشاطبي، فلنتقدم للصوره. السلام عليكم، معكم أسامة كوح الفائز بالمرتبة الأولى في مهرجان سلا للفوتوغراف الدورة الثانية ديالو. الحمد لله على الفوز هذا، صراحة ما كنتش متوقعه، وفي نفس الوقت فرحان حيث أنني ربحت، حيت داكشي ما جاش غير هكاك، جا بعد واحد التعامل طويل، الصورة اللي خدات ليا وقت طويل بصراحة. تنحمد سيدي ربي على بعد على الفوز هذا كأول مشاركة ليا، كأول مرة عطاتني واحد الدفعة اللي كبيرة باش نعاود نشارك المرة الثانية. السلام عليكم، خلفي سعيد. المشاركة ديالي في هذا المهرجان ديال الفوتوغراف كانت أول مشاركة. المشاركة بصراحة أنا شاركت غير باش نتعرف على المهرجان والورشات اللي كانوا فيه، وراك عارف ملي تجي ملي تتشارك وتتوصل لشي حاجة وتتشوف الصور المنافسة وتتشوف تطمع تتكون واحد يعني تكون عندك واحد الشعور. والحمد لله جيت ثالث، العام الجاي غتكون المشاركه باش نلعب على الاول او الثاني. انا بلال احمد جي من سلا. الصراحه المشاركه ديالي كان صيفطات لي واحد البنت سميتها صفراء، صيفطات لي كنت جالس قلت راه نشارك. ملي شاركت في الاول ما قبلوش لي التصاور ديالي، على اساس هما خصني نصور المنشات ديال سلا. غد لي مشيت قلبت وصورت تصاور اللي معبره الصراحه، وجيت بها بالمركز الثاني بفضل الله. وكنشكر اللجنه المنظمه اللي ساهموا على هذا الشيء كامل، والصراحه داروا لنا لي زانفورماسيون اللي واعرين، واستفدت بزاف وتعرفت على الناس اللي زوينين وفي المستوى اللي نستفدت منهم من هنا للمستقبل. المشاركين والمشاركات بقات تقام المهرجان، وكذلك ضيوفنا الكرام ومؤثري الدواء